قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جائحة كورونا العالمية لم تنتهي، وأضاف أن رفع القيود لابد أن يتزامن مع رفع الحظر واتخاذ التدابير الاحترازية لعدم حدوث تراجع قوي عن التقدم المحرز في مواجهة فيروس كورونا. من المقرر أن يعقد جونسون مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان قراره النهائي بشأن رفع جميع قيود كورونا. هاتفيا ينضم إلينا من لندن الأستاذ محسن حسني الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ محسن. ويعني رئيس الوزراء البريطاني من المنتظر أن نعرف قراره فيما يتعلق برفع القيود الخاصة بفيروس كورونا، هل بالفعل هذا هو القرار المتوقع، رفع كل القيود والاحترازات الخاصة بالفيروس؟ نعم، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين الكرام. الجميع يتوقع ان يخرج في وقت بعد قليل الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويتحدث عن رفع كامل لقيود الاغلاق المرتبط بكورونا في 19 من يوليو كما هو محدد، خاصه ان الحكومه اجلت هذا الاجراء لمدة شهر، كان يفترض رفع القيود الشهر الماضي. أيوة. وبالتالي لا مجال للتأجيل مرة أخرى. ولكن يعني لا مجال للتأجيل مرة أخرى على الرغم من أنه في ارتفاع في عدد الإصابات المصابة بمتحور دلتا في بريطانيا بالألاف يعني. مظبوط، لكن طبعا الإصابات ترتفع هذا صحيح، ولكن معدل الإصابات الواجب دخوله للمستشفى غير مرتفع، وأيضا معدل الوفيات غير مرتفع، وهذا يعني أو تفسيره هو أثر التلقيح، لأن لقاحات كورونا يعني تخفف عدد الوفيات وتخفف الأعراض المميتة عند الإصابة. وهذا ما يعتمد عليه رئيس الوزراء بأنه يعني عشان تم تلقيح يعني مجموعة كبيرة من المواطنين، فبالتالي ما تغير من متحور اللي هو متحور دلتا لا يدخل الناس المستشفيات. بالتأكيد الإحصاءات الحكومية تقول أن العدد من أو نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من البالغين في بريطانيا تتخطى الآن 87%، ونسبة من تلقى الجرعتين تتخطى 66%. هذا معناه أن أكثر من ثلثي المجتمع تقريبا تم تلقيحه أو تم تطعيمه بلقاح كورونا، وبالتالي هذا كان له تأثير كبير إيجابي على الإصابات الحرجة واستدعاء دخولها المستشفيات، وكان له تأثير أيضا على خفض عدد الوفيات. طبعا عندما يتم إقرار هذه القرارات التي سيقولها بوريس جونسون سيتحسن وضع الاقتصاد البريطاني الذي عانى في الفترة الماضية. بالتأكيد، يعني هو طبعا بوريس جونسون بالأمس يعني أصدر بيانا قال فيه أن الجائحة لم تنتهي بعد، وحذر الناس من التهاون مع إجراءات التباعد الاجتماعي وما إلى ذلك، ولكن في الوقت نفسه هو ملتزم برفع قيود الإغلاق في 19 من يوليو من أجل تعافي الاقتصاد الذي تضرر كثيرا بهذه القيود، وأيضا لثقته أن تطعيمات كورونا يعني كان لها أثر إيجابي كبير كما ذكرنا على خفض عدد الوفيات وخفض الإصابات الحرجة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا من لندن الأستاذ محسن حسني الكاتب الصحفي، شكرا لك.